اتهام متواصل لقطر بدعم الإرهاب في إفريقيا. متهم قطر يتحدثون عن بلدان محددة أبرزها الصومال ومالي وتشاد وليبيا بدعم الحركات المتطرفة فيها والارتباط الوثيق مع أبرز قادتها، ويستشهدون بالعلاقة مع زعيم حركة الشباب الصومالية حسن عويس والليبي عبد الحكيم بلحاج وغيرهم، وعن الصومال الذي رفض مقاطعة الرباعية العربية لقطر. هناك تهم أمريكية بتحويل قطر الأموال إلى حركة الشباب الصومالية عن طريق إريتريا. صحف صومالية ذكرت أن الدوحة بدأت تجنيد جنود من الصومال لزيادة قواتها الدفاعية ودفع 6000 دولار لكل جندي، وفيما استخدم القطريون سلاح الاستثمار والإغاثة الإنسانية لاستمالتها وتوفير الدعم المالي واللوجستي للجماعات المتطرفة فيها تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية قطرية، أبرزها حركة التوحيد والجهاد المتطرفة وحركتا أنصار الدين وأنصار الشريعة، إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. أما تشاد فكانت أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها للدوحة بدعم جماعات متطرفة ومتمردين يهددون الأمن في الصحراء، حيث اتخذت فصائل المعارضة التشادية المسلحة من الأراضي الليبية منطلقا لتحركاتها تحت غطاء قطري، واتجهت تلك الفصائل إلى التحالف الميداني مع الميليشيات الليبية المسلحة المدعومة من الدوحة. بشاير المطيري، العربية.